السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه من المطبخ التركي، وهي وصفه معروفه جدا في تركيا، اسمها امام بايلدي. امام بايلدي عباره عن بتنجان ولحمه مفرومه، وهي طبعا يعني اغلبيه وصفات المطبخ التركي قريبه من مطبخنا، فالوصفه دي كتير من الاكلات اللي شبه الحاجات اللي احنا بنعملها في مصر. هي وصفه لذيذه قوي، هنستعمل فيها بتنجان جبناه وفضينا القلب بتاعه وقليناه بالزيت، ودلوقتي هنشوف ازاي هنعمل الحشوة مع بعض. هناخد سمنة نحط معاها بصل، يعني هنعصج اللحمة زي ما بنعصج اللحمة عادي، يعني هي كتير قريبة من المسقعة بس ما فيهاش خل، ومتقدمة بطريقة حلوة، يعني حتى في العزايم وكده شكلها حلو، يعني تحسوها مسقعة فخمة شوية. عندنا طبعا هنا لحمة مفرومة، وعندنا السمنة والبصل، وعندنا قوطة مبشورة والسمنه حطيناها خلاص. عندنا مكعب مرق للي يحب يعزز النكهه في الصلصه اكتر، انا شخصيا بحب احطه مع الصلصه، وتوم وصلصه قوطه وشويه بهارات وملح وفلفل. البصله ابتدت تصفر، نحط بقى اللحمه اللي عندنا. دلوقتي كمان بعد ما نعمل نعصج اللحمة هنعوز نعمل الصلصة اللي هنحط فيها البتنجان بتاعنا، فخلينا برضو نبتدي نعملها عشان نكسب وقت. شغالين أني عندي برضو هنحط شوية سمنة، شوية يعني مش كتير، خلي بالنا من اللحمة عشان ما تتحرقش مننا. طيب في الصلصة بقى بتاعت البتنجان هنحط بس شوية ثوم، يعني تقريبا فصين ثوم، والسمنة خلصناها كمان. قبل دول عندنا استعمل دول دلوقتي، نحط بقى القوطة المبشورة ونحط الصلصة، وهنحط معاهم زي ما قلنا المكعب بتاع المرق، وده اختياري للي بيحب يعزز النكهة زي ما قلنا. مش هنضيف ولا ملح، مش هنضيف ملح على الصلصة غير لما تتسبك ونشوف الملح اللي خدناه من المكعب كفاية ولا هنعوز نضيف تاني، بس بلاش نحط من الأول علشان ما تملحش مننا ونضطر نقعد نظبط فيها. نحط مكعب المرق عشان يبتدي يدوب. كمان اللي بيحب يحط صنوبر عليها، يعني لو عندكم ضيوف ممكن تضيفوا كده على الوش كام حبة صنوبر وقت التقديم، بتبقى برضو حلوة. نبتدي بقى نحط شوية ملح وفلفل، بلاش نحط الملح دايما في أول ما نيجي نحط اللحمة على النار، لأن الملح بيساعد اللحمة إنها تنزل مية، فإحنا ما بنبقاش عايزينها تنزل المية، فلما تقرب تستوي بنبتدي نحط التوابل بتاعتنا. الملح والفلفل
هنا بقى عند الصلصة ابتدت تغلي، بس هنحط لها شوية مية صغيرة علشان تغلي شوية وتستوي وتتسبك. بس كده نخليها تتسبك بقى على النار، تاخد لها يعني بتاع 5 دقايق بس، 10 دقايق. البقدونس يعني هو البقدونس مش في الوصفة قوي، بس أنا بحب دايماً أحط لها بقدونس، بيديها طعم لذيذ. البقدونس مع اللحمة المعصجة يعني في مصر دايماً بنحبه. طبعا لو عايزين تحطوا كل الصلصه قوطه مبشوره بس حطوا، بس انا بحب احط صلصه الطماطم القوطه علشان خاطر تدينا لون احمر قوي، لان مش دايما القوطه بنلاقيها حمرا حمرا، وكمان بتسمك لي القوام شويه بتاع الصلصه. نجيب بقى الطبق اللي هنقدم فيه. اللحمة استوت تقريبا، دلوقتي نحط لها بقى شوية بقدونس، وزي ما قلنا هو اختياري. خلاص اللحمة كده استوت، نشوف بس الصلصة كده تمام ولا عايزة شوية ملح وفلفل. يعني يمكن عايزة نتفة، بس نتفة ملح صغيرة وحتة فلفل كمان، نتفة فلفل صغيرة. خلاص كده الصلصة عندي تمام واللحمة كمان، فكده الأكلة تقريبا كلها استوت. هناخد بقى الصلصة دي، لو تحبوا تسبكوا الموضوع زيادة يعني بنحط الصلصة في صينية وبنحط البتنجان عليها وبندخلها الفرن شوية، بس ممكن ما نعملش كده لان احنا كله عندنا مستوي، فاحنا هنقدمها كده النهارده، بيبقى شكلها احلى لما بيبقى البتنجان مش متغطي كله بالصلصه. يعني هنحط الصلصه في الطبق بتاعنا. دوب على قد الطبق، ممتاز. بعدين دلوقتي بقى ناخد البتنجان اللي عندنا نحطه. ناخد معلقة ونبتدي نحط في كل
البتنجان اللي عندنا نحط فيه من اللحمة المفرومة، هكمل انا حشيه الحشو البتنجان باللحمه المفرومه اللي احنا عاملينها، وبنطلع فاصل، وبعد الفاصل بنقدم الطبق وبنعمل طبق الحلو بتاعنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. الامام بيلدي عندنا خلص وحطيناه في الطبق زي ما شفتوا. دلوقتي هنعمل الوصفه الثانيه وكتير طلبوها مننا، وهي اصابع زينب. اصابع زينب علشان نعملها بنعوز كوبايتين سميد، السميد طبعا ساده اللي هو بتاع البسبوسه، وكوبايه دقيق، وتلت كوبايه زيت، معلقه كبيره ينسون، ومعلقه صغيره خميره، وميه علشان نعجن الكلام ده كله مع بعض. الوصفه مش محتاجه خالص اي تحضيرات، يعني بناخدها زي ما هي كده، بنحط كل الحاجات اللي جافه على بعضها، حتى مش محتاجه مضرب كهرباء. بنحط الخميره، بنحط معلقه كبيره ينسون، ينسون مطحون طبعا، معلقه كبيره ينسون، ودلوقتي بس هنقلبهم مع بعض علشان كل المكونات الجافة يختلطوا. بعدين هنضيف الزيت والمية ونبتدي نعجنها بإيدينا. نحط الزيت كده، خلصنا كل المكونات، ناقص بس المية. المية طبعا حسب الحاجة، بس احنا عايزين العجينة بتكون مش طرية قوي، بتكون يعني ميالة أكتر إنها تكون سميكة. شوية شوية طبعاً بنحط المية علشان ما تزيدش مننا. بعد دلوقتي نبتدي نعجن. هنعوز كمان شوية مية، شوية بس مش كتير، تقريبا كده كفاية. وزي ما انتوا شايفين ما خدتش خالص اي مجهود في العمايل، ممتازة كده. خلاص هنبتدي دلوقتي نولع على الزيت اللي عندنا. ونجيب مبشرة، أي مبشرة عندنا. لو مفيش مبشرة ممكن بظهر المصفى نعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي. هناخد حتة من العجينة هنعملها على شكل زي كده يعني كده اهو. بعدين هنيجي عند ناخد اني واحده دي، ناخد دي هنضغطها كده. واحنا بنضغطها شايفين ازاي بتلف معانا وبتبقى شكلها كده اهي، هو ده بيبقى شكل صوابع زينب. خلينا نعمل كمان واحده. خلينا نشوف نقشة تانية، يمكن دي تطلع أحلى. هنضغطها كده، دي أحسن، تطلع معانا بالمنظر ده من هنا، ومن هنا في التجويف ده. بنكمل بقى نعمل شوية منهم.
طيب هنعمل كمان آخر واحدة عشان تشوفوا إزاي آخر واحدة هنعملها. زي ما قلنا بنعملهم كده على شكل صوابع الكفتة بس على صغير، وبعدين بتضغطوها كده، وانتوا بتضغطوها هي بتلف معاكو، شايفين ازاي كده اهو، اهي خلاص. وبنحطها جنب اخواتها هنا، وهنا انا قليت شوية بس دلوقتي هحطهم في العسل على طول، بس نرجع نحط دول هنا على ما يحمروا نكون عسلنا الباقيين. طعمها لذيذ جدا وبيقرمش واخر جمال. زي ما قلنا لازم تكون العجينه شويه جامده، يعني ما تكونش لينه قوي، علشان خاطر لو لينه وجيت حطيتها في المبشره هاجي اعمل كده مش هتلف معايا، هتلزق في المبشره. نسيبها بقى تتقلي، وناخد دول نحطهم في العسل. طبعا لو عايزين تحطوها على طول من الزيت في العسل، بس انا قلت يعني نحطها على مناديل علشان خاطر نقلل شوية من الزيت. طبعا لازم يكون الزيت حامي. ناخد الطبق اللي هنقدم فيه، ناخد بالنا من اللي على النار برضو، ما خدوش وقت زي ما انتوا شايفين لان الزيت حامي. خلاص هي دلوقتي كده صوابع زينب، نسيت احنا بنعمل ايه، استوت واحمرت كويس، فهناخدها بقى دلوقتي نطلعها نحطها برضو في على المناديل علشان خاطر نشيل شويه من الزيت. هي احنا لما بنطلعها حتى لو هي فاتحه شويه مع يعني بتغمق على طول، تفضل تاخد من الحراره اللي فيها وبيغمق لونها شويه عن ما احنا مطلعينها، فلازم تطلعوها قبل اللون اللي احنا عايزينه بدرجه كده. ناخدها بقى نحطها في العسل. هي لان فيها سميد فما بيدخلش بسرعه العسل فيها، فلازم تقلبوها كويس علشان خاطر لو دقيق بس بسرعه بيمتص العسل، بس لان فيها سميد فبتبقى عايزه تتقلب شويه عشان نتاكد ان العسل وصلها كلها. طيب دي بقى كانت الوصفات بتاعتنا النهاردة، عملنا وصفة لذيذة جدا من المطبخ التركي، وهي الإمام بايلدي. زي ما قلنا هي كتير قريبة من المسقعة اللي بنعملها، بس هي طريقة تقديمها يمكن هي اللي مختلفة شوية، وهي شكلها لذيذ زي ما انتوا شايفين بتليق في العزايم والحاجات دي. وعملنا كمان صوابع زينب
بطريقه سهله زي ما انتم شفتوا، ومش محتاجه خالص اي تحضيرات، كله فوق بعضه على طول وبالايد وعلى القلي وخلصنا على كده. حتى طريقه تقطيعها مسليه ولذيذه. خلاص بس هنرش شويه فستق كده على الوش، نعمل شويه حركات في التقديم اهو، ونبقى كده خلصنا اطباقنا للنهارده. بتمنى تكون الاطباق عجبتكم، وبتمنى انكم تجربوها وتقولوا لنا رايكم فيها، وبشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده ووصفات جديده وافكار جديده. باي باي.